السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من إيفنتوبيا. بما أن العيد لسه خلصان، بما أن في مدارس لسه على الأبواب، فإحنا لازم نعلم أولادنا إزاي يقدروا يدخروا ولو جزء بسيط من مصروفهم أو من العيدية اللي بياخدوها. عشان كده النهاردة أنا هعمل معاكم خصالة بس بطريقة مبتكرة وفيها شوية حرفية. الطريقة اللي هنستخدمها النهاردة في عمل الحصالة هيكون فيها مبادئ الديكوباج، وزي ما عودتكم دايما هنستخدم خامات بسيطة نقدر نلاقيها في أي مكان ومش صعبة علينا أبدا. فلو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وإعجاب ولايك للفيديو. نبدأ مع بعض بالخامات اللي هنستخدمها النهاردة. أول حاجة علبة بلاستيك، أي علبة بلاستيك. أنا استخدمت العلبة بتاعت سلكات الودان، مناديل بتاعت أعياد الميلاد، ودي هتلاقي الخامة بتاعتها تقيلة شوية، فرش اللي متوفر عندك، صنفرة، مقص طبعا، ودهان بلاستيك أبيض، وشوية مية صغيرين. اول حاجة هعملها اجيب العلبة بلاستيك وافتحها فتحة من فوق بمسمار هسخنه حوالي 5 سنتي. اول المسافة اللي تشوفوها مناسبة وتدخل الفلوس مرتاحة، ما تكونش مزنوقة ولا تكون كبيرة قوي. الخطوة اللي بعد كده هتكون الصنفرة، هصنفر كل العلبة من بره كويس قوي، العلبة بالغطا بتاعها من كل الجوانب. والخطوة دي هتكون علشان لما اجي ادهن الدهان بعد كده ما يقشرش معايا ويطلع كأنه طبقة محطوطة من فوق، لا يثبت كويس قوي على البلاستيك، لان البلاستيك اساسا ناعم، فالمفروض اخشنه شوية عشان الدهان يلزق عليه كويس. كده العلبة بقت جاهزة معايا خلاص واتصنفرت كويس قوي. هتيجي المرحلة اللي بعد كده وهي الدهان. هبدأ أدهن العلبة بالفرشة دي، ودي هتكون أول طبقة. هنفتح العلبة، واول ما نفتحها يا ريت نديها تقليبه كده عشان لو فيها اي تكتلات تبقى كلها متجانسه مع بعض. نبدا ندهن الاول الغطا زي ما انتم شايفين كده، يا ريت الدهان يكون حتى لو انا مشيت يمين شمال، بس في النهايه لازم امشي في اتجاه واحد. وما ننساش طبعا الجوانب. بعدين هنبدأ ندهن العلبة واحدة واحدة وبرضو في اتجاه واحد، ناخد بالنا من الأطراف ونكمل كل العلبة في اتجاه واحد. وطبعا ما ننساش القاعدة بتاعت العلبة، لازم كمان تدهن. زي ما انتم شايفين كده خلصنا، والدهان البلاستيك على العموم ما بيقعدش وقت علشان ينشف، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي هتلاقوه نشف. بس زي ما انتم شايفين كده الفرشة بتبقى مدية تأثير خطوط على العلبة، لكن انا هعمل طبقة تانية بطريقة الطبطبة بالاسفنج، وده علشان تبقى الطبقة قوية وما فيهاش اي خطوط باينه. زي ما انتم شايفين كده الفرق ما بين الشغل بالاسفنج طريقه الطبطبه والفرق بين شغل الفرشه وتاثيرها.
طبعا لو اشتغلنا بالاسفنج مباشرة ده يبقى افضل واحسن، وهيبقى مش مطلوب مني غير طبقة واحدة بس اللي هي عاملاها بالاسفنج، انما مش مطلوب مني ابدا طبقتين مادام عاملة تغطية كويسة. زي ما انتوا شايفين كده الجزء اللي انا عملته بالاسفنجة والجزء اللي معمول بالفرش الفرق ما بينهم ايه. هكمل كل العلبة بنفس الطريقة واسيبها في الاخر تنشف. وطبعا مش هنسى القاعدة والحواف، اخد بالي منها كويس قوي. زي ما انتوا شايفين كده دي النتيجة النهائية بعد الدهان بطريقة الطبطبة على العلبة، ودلوقتي هنبدأ في الغطا. طبعا الدهان البلاستيك سهل يطلع جدا من ايد، فمش ازمة لو لقيت ايديك اتبهدلت او الترابيزة، شوية مية هيطلعوا على طول مفيهاش أذى. كده أنا خلصت، لو في أي حاجة مكان مسكة إيدي أعملها، وأسيب بعد كده العلب تنشف براحتها خالص وأبدأ أشتغل في حاجة تاني. مناديل الديكوباج او مناديل اللي بقدر اشتغل بيها ديكوباج اللي هي بتاعت اعياد الميلاد، هتلاقوا الخامة بتاعتها تقيلة شوية والرسمة متكررة حوالي 4 مرات، فانا اللي هحتاجه دلوقتي ان انا هفصل رسمة من دول. هفصلها ازاي؟ عن طريق المية. زي ما انتوا شايفين كده ببل الفرشة يدوبك انديها وابتدي احدد حواليها بالمية، وبعدين ابتدي افصل بالراحة خالص. طيب ليه ما استخدمناش المقص؟ لان انا محتاجة الشرشرة الخفيفة اللي بتعملها المية دي لما اجي ادمج بعد كده معاها الالوان. يعني مش مطلوب مني ان انا اشتغل وافصل بالمقص الا لو في حاجة دقيقة جدا لازم افصلها، يعني تكون حاجة خفيفة جدا. وممكن كمان افصلها بايدي، يعني اقطع المنديل بايدي من غير مية ولا حاجة، بس منعا لاي غلطات الافضل هي التقنية دي او الطريقة دي في الفصل، ان انا امشي بالفرشة حوالين الرسمة لحد ما افصل الجزء اللي انا عايزة اشتغل بيه. زي ما انتوا شايفين كده بمجرد ما ببل المنديل بالفرشة بيبتدي يفصل معايا وبيعمل لي زي شرشرة خفيفة كده، هي دي اللي انا محتاجاها. كده انا فصلت الرسمة الاساسية، دلوقتي هفصل الجزء اللي فوق ده عن الجزء اللي تحت، لاني كل واحدة فيهم هشتغل بيها حاجة او جزء معين من العلبة، وبرضو بنفس طريقة الفصل بالفرشة والمية. وبكرر تاني ما بغرقش الفرشة كلها مية، يدوبك تبقى مندية وتبل المنديل بطريقة بسيطة جدا. طبعا في رسومات كتيرة جدا من المناديل دي، فكل واحد ممكن يصمم الشكل اللي هو عايزه اللي عايز يحطه على العلبة حسب العلبة اللي عندك. كده انا فصلت الجزئين خلاص، بس طبعا انا مش هستخدم المناديل بنفس الطريقة دي لان المناديل عبارة عن طبقات وانا عايزة اخف طبقة منهم اللي هي عليها الرسم. هبتدي افصل الطبقات دي عن طريق ان انا هحط على الصباعين بتوعي سمك او اللي هو الجلو الخفيف ده، وهبتدي امسك المناديل من قدام ومن ورا وابتدي اضغط لحد ما احس ان المنديل لزق في ايدي، وافك صباعيني. زي ما انتوا شايفين كده هلاقي الطبقات ابتدت تطلع من بعض بسهولة جدا. النوع اللي معايا النهاردة عبارة عن طبقتين بس، فبمجرد ما فصلت
طبقتين خلاص انا بقيت معايا الطبق اللي انا عايزه اشتغل عليه. في مناديل بيبقى اكتر من طبقه، اتاكد ان الطبقه اللي انا طلعتها دي هي اخف طبقه واللي هي الطبقه الاولانيه اللي عليها الرسم. لو سهل عليكم ان انتوا تفصلوا الطبقات دي من غير الخطوه بتاعه الصمغ دي تمام مفيش مشكله، انما انا بتكلم ان اللي ممكن نلاقي صعوبه في ان احنا نفصلهم فدي طريقه سهله جدا للفصل. كده انا جاهز معايا خلاص الاشكال اللي انا هشتغل بيها، وفصلت كمان جزء عشان احطه على العلبه زي ما انتم شايفين كده. ابتدي احدد المكان اللي هحط فيه الرسومات، وده التصميم اللي انا اخترته عشان احطه على العلبه. الجزء الزياده اللي انا قصيته هحطه على الغطاء بتاع العلبه، والباقي على العلبه نفسها. الخامة اللي هستخدمها بعد كده هي الغير الابيض، وهخففه بشويه ميه خفيفه قوي مش هزود. بس قبل ما استخدم الغرا هصنفر الاول العلبه بعد ما اتلونت، علشان لو في اي زيادات من الطلاء اللي انا استخدمته تروح وتبقى العلبه ناعمه معايا، بس طبعا على خفيف جدا عشان ما جرحش الطلاء اللي انا عملته. لو دققتوا شوية في الفيديو هتبصوا تلاقوا فيه زي رايش خفيف على الأطراف بالذات، مكان ما نشف الطلاء ونزل لتحت، أي زيادة بتنزل تحت على الأطراف، فهتلاقوا ان هو بيبتدي يقع معايا، وده طبعا أحسن عشان ميبقاش فيه أي تكتلات موجودة معايا على العلبة. اكتر جزء بيبقى فيه تكتلات هو الحواف، مكان ما بيجف الطلاء وبينزل لتحت فبيبقى فيه زيادات، هي دي اللي بتتجمع تحت. دلوقتي هنبدأ خطوة التثبيت بالغير الابيض. زي ما احنا عارفين بنخففه شوية بالمية، زي ما احنا عارفين برضو ان الغير الابيض كخامة لونها زي المعجون الابيض، لكن لما بتتخفف بالمية وتدهن بيبقى لونها شفاف ملهاش اي لون وبيختفي اللون الابيض ده. هبتدي احط اول جزء من المناديل اللي انا جهزتها على الغطاء، هبتدي اظبطها بحيث ان انا اوسطنها، وفي نفس الوقت الفتحة اللي بندخل منها العملات او الفلوس تبقى في مكان ما يبوظليش الرسمة بتاعة المنديل. هثبتها بصباع كده الاول، وبعد كده اخد الطرف اللي انا مش مثبته بصباعي احط تحته الغرة، وبعدين ارجع تاني احطه وامشي عليه بالغرة بالفرشة، وارفع الجزء التاني واحط عليه غرة برضو من تحت، والزقه تاني بالفرشة من فوق بطبقة غرة. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الغرة لما بينشف بيبقى شفاف تماما، واتاكد ان كل الاطراف واخده غيرها كويس وملزوقه كويس جدا، حتى لو في اجزاء نزلت من الجنب. كل ده في الخطوه اللي جايه بتاعه الطلاء النهائي هتختفي، وهتشوفوا ازاي هنشتغلها. ولو عايزين طبعا تشيلوا زياده دي شيلوها مفيش اي مشكله. ودايما لما بنيجي نشتغل الطبقه اللي فوق من الغيره اللي هي على الرسمه من فوق، دايما بناخد الهواء من نص الرسمه ونطلعه على بره، ما بنشتغلش في اتجاه واحد، لازم ناخده من النص للبره. كده خلصنا الغطا، هنبدا نشتغل على العلبه بقى. هحط برضو التصميم واظبطه بايدي، واحط صباعي على النص، وابتدي اوزع الغيره على العلبه، وبعدين الزق الجزء ده، واشيل بعد كده النص التاني واعمل فيه نفس الحكايه، غيره من تحته، وبعدين الزق عليه الجزء اللي فاضل من الرسمه.
وبعدين احط الطبقة اللي من فوق عشان اثبت كويس قوي. زي ما قلتلكو بشتغل من النص لمرة في جميع الاتجاهات زي اشعة الشمس، وده طبعا علشان افرغ الهواء لتحت المنديل، واتأكد ان كل الاطراف عندي ملزوقة كويس جدا، مفيش طرف فيهم مش ملزوق. هكمل الجزء اللي فاضل من الرسمة بنفس الطريقة، هوصله الاول في المكان اللي انا عايزاه، هثبته بصباعي من النص، وابتدي اشيل جزء اللي هو النص الاولاني منه، احط تحته غيرة والزقه، نفس الكلام النص التاني هشيله وحط تحته غيرة واثبته. ونكون حريصين جدا عشان طبعا تعرفين المناديل الورقية دي خامة رقيقة جدا فممكن تتقطع معايا. نفس الحكاية برضو هلزقها كويس وافرغ الهواء بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها من شوية. وبكده اكون خلصت التصميم بتاعي بصورة مبدئية، هسيبهم ينشفوا ومش هياخدوا وقت، وهبتدي في الخطوة اللي بعد كده بعد ما ينشفوا. الخطوة دي بقى خطوة اللعب والتفني، يعني حضرتك هتلعبي بالالوان وحضرتك هتلعب بالالوان زي ما انتوا عايزين، وتلخبطوا الالوان اللي انتوا عايزينها على بعض. ازاي بقى؟ بالنسبة للتصميم بتاعي الرسمة اللي عندي اللي هو اللون الاحمر اللي جاي على اورنج، فانا هستخدم الابيض والاصفر والاحمر وابتدي اخلطهم على بعض لحد ما يوصل للدرجة اللي انا عايزاها، وابتدي استخدم السفنجة بتاعتي بطريقة الطبطبة برضو، وابتدي اوزعها على الاجزاء البيضة اللي عندي، وابتدي ادمجها مع المنديل واطرافه اللي حوالين الرسمة. زي ما انتوا شايفين كده الاول بدأت بلون فاتح عشان في جزء في الرسم من ورا مدي على اصفر اللي هو الشعلة بتاعت العربية، وبعدين هبتدي اغمقها لحد ما توصل للدرجة اللي انا عايزاها. الالوان اللي انا استخدمتها هي ملهاش علاقة ببعض، زي ما انتوا شايفين كده في لون ابيض اللي هو خامته اصلا اللي هو اللون البلاستيك، واللون الاصفر ده اكريليك، واللون الاحمر ده حبر من بتاع الختامات، فانت اللي موجود عندك استخدميه، انت مش مرتبطه بحاجه، وفي الاخر بندمجوا مع بعض وكل حاجه مفيش اي مشكله فيه. حسيتي ان اللون فاتح شويه نغمقه، وحسيتي انه غامق شويه نفتحه، لحد ما بوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. زي ما انتوا شايفين كده ما بقاش فيه فرق ما بين المنديل اللي كنت حاطاه وما بين الالوان اللي انا دمجتها مع بعض وكملت بيها الفراغات. طبعا ما ننساش الجزء بتاع القاعدة، بعمله بنفس الطريقة، انا سبته للاخر طبعا عشان اقدر احط العلبة زي ما انا عايزة واشتغل عليها براحتي. طبعا انا مش هممني قوي بهدلة ايدي، فشغلة بالسفنجة مباشرة بلون بيها وبشتغل بيها بطريقة الطبطبة، لكن الافضل لو انت عايز تحافظي على ايدك او عايز تحافظي على ايدك في الشغل نعمل السفنجة زي ما ده، يعني بنلزق السفنجة في اي قلم او عصاية موجودة عندي واشتغل بيها كأني بدأت زي الشاكوش كده بس على خفيف بنفس الطريقة اللي انا شغالة بيها بالظبط. بس كل الحكاية ان ايدي او ايدك مش هتبقى لمسة الالوان مباشرة، وبالتالي طبعا هتبقى بهدلة الايد اقل بكتير، يعني هيبقى بس يدوبك المكان ما بتسند او بتزق الالوان هو ده بس اللي هيتبهدل من ايدك، مش كل الصوابع بالمنظر اللي انا شغاله بيه. نفس الشغل هتعمله على الغطا بتاع العلبه، زي ما انتوا شايفين دي النتيجه النهائيه بتاعه الغطا. نسيت اقول لكم لما يكون المناديل لسه منديه شويه ابتدي اضغط على الجزء بتاع الفتحه ده عشان افتحه في نفس الوقت يلزق كويس من جوه، يعني يبقى الفينش بتاعه كويس. كده انا خلصت الشغل بتاعي خلاص، زي ما انتوا شايفين ادي الغطا وادي كمان العلبه، مفيش اي فرق في الالوان ما بين المنديل والعلبه. هنعمل بقى الفينش النهائي بتاع شغلنا وهو طبقه الحمايه، وطبقه الحمايه بتكون من الورنيش زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل الورنيش، وكلنا عارفين ان الورنيش
شفاف يدوبك بيدي طبقة لمعة وبيحملي الشغل بتاعي لو جه عليه اي طرطشة مية. انا العلبة بتاعتي لسه جديدة طبعا، فكان في حبة حلوين كده على الغطا ما سبتهمش في حالهم بصراحة، خدتهم برضو وعملت بيهم. بس طبعا زي ما انتوا شايفين ان الورنيش نفس طريقة الطلاء اللي عملنا بيه في الاول، ان هو بشتغل في اتجاه واحد. انا طبعا بدأت بالغطا عشان متركب على العلبة ويبقى سهل الشغل وهو متركب. لما ينشف هشيله وابتدي اشتغل على العلبة نفسها، وبرضو بنفس الطريقة في اتجاه واحد لحد ما اخلص كل الشغل. كده الشكل النهائي بعد ما الشغل خلص والورنيش نشف. زي ما انتوا شايفين كده العلبة بقى ليها طبقة بتلمع وتعتبر طبقة حماية. وبكده بقى خلصت الشغل بتاعي، وبقى عندنا حصالة شكلها ظريف واستخدمنا فيها خامات بسيطة جدا، وطلع الفينيش بتاعها زي ما يكون حاجة جاهزة وبشكل احترافي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وبفكركم دايما لو عجبكم الفيديو واول مرة تشوفوا قناة ياريت تفعلوا زر الاشتراك والجرس ولايك وشير للفيديو علشان يوصلكم كل جديد من قناة ايفنتوبيا.